محمد أسامة نجحت في الفوز بعلامة تجارية كبيرة جدا هي جولد جيم، دي علامة على مستوى العالم، وكمان تخطيتها بأنك صممت مركز رياضي أنا شايفه الأفضل على مستوى العالم، وده بشهادة الألمان اللي زاروك أنا. الحمد لله. صحيح كده؟ الحمد لله. ده أنا وصلنا ده. الحكاية طويلة جدا وفيها مجهود عظيم جدا وفكر، احكي لنا من البداية. الموضوع كله ابتدى بان احنا كنا عايزين ننزل القاهره نعمل مشروع، اتكلمت مع اصدقائي اتشاورنا في ان احنا ازاي نعمل. كان شغلك فين الاول؟ في شرم الشيخ، كنت شغال في المقاولات. المقاولات هناك. المقاولات في شرم الشيخ بقالي 10 سنين تقريبا هناك. فكرنا في مشروع كويس ان احنا عايزين نعمل حاجه رياضيه بمستوى عالمي يليق بمصر. فاول حاجه جت في دماغنا فين المنطقه اللي ما فيهاش جيمات كويسه او فيها بوتنشال عالي او ديماند عالي في ان انا اقدر افتح فيها. استقرينا على مدينتي، ربنا وفقنا قدرنا نوصل لكونتاكت كويس ان احنا ننزل نبص على لوكيشن. كان الاوبن اير مول لسه بيفتح، وفروا لنا مكان زي اللي انت شايفه ده دلوقتي. شفت اماكن تانية وفي النهايه استقريت ان مدينتي هي الافضل. احنا عملنا سيرفي على كل الاماكن، كانت منها التجمع والشروق ومدينتي، فاستقرينا على مدينتي لان هو كان في الاوبن اير مول هنا بيفتح، فلقينا ان هم قدروا يوفروا لنا مكان كويس جدا بالدبل هايت او بالفكر اللي احنا كنا محتاجينه في الوقت ده. الحمد لله ربنا وفقنا بالمكان، ساعدونا جدا اداره شركه الاسكندريه للانشاءات واداره الاوبن اير مول، وفروا لنا المكان والحمد لله ربنا وفقنا فيه وعملنا حاجه زي ما انت شايفها كده. عندنا في مصر حوالي 24 فرع من جولد جيم، صح كده؟ تمام. ايه الاختلاف اللي انت عملته هنا؟ ان احنا قدرنا نعمل مكان هم ما شافوهوش قبل كده بالطريقه دي، مجمع تقريبا كل الفاسيلتيز اللي بيحتاجها الجيم. احنا اول جيم نعمل فيه كروس فيت افيليشن، كيك بوكسينج، في حمام سباحه عندنا، فيها قدرنا نخدم كل الحاجات اللي مش موجوده في الجيمات التانية. فده ادانا الاسبقيه ان احنا نبقى من احسن الجيمات اللي موجوده في جولد جيم. ممكن نشوفك مستقبلا في العاصمه، في الجونه، في الساحل الشمالي. ان شاء الله احنا عندنا بلانز ان احنا نتوسع الفتره الجايه، بندرس كام لوكيشن يبقى كويس، عشان عايز ان انا بعد ما عملت حاجه زي كده اعلى عنها، مش عايز ابقى زيها، عايز ابقى اعلى. فمحتاج ان الاقي لوكيشن يتميز بالمكان اللي انا عايز اعمله. انت ليك انشاءات خاصه، يعني انت أكيد. عدلت في المباني هنا اكيد. فاللي عايز اعرفه، انت محتاج ارض ولا مبنى؟ محتاج، انا بدور على ارض اكتر عشان اقدر اعمل فيها كل الاحلام اللي انا عايز اعملها بالتقسيمه اللي انا عايز اعملها، ما بقاش مربوط بتقسيمه معينه المكان موفرها لي. فبدور على ارض اقدر اعمل فيها الحاجه اللي انا عايزها. واحد زي حضرتك شغال في المقاولات واتجه للقطاع الرياضي بانشاء شركه الاتحاد للانشطه الرياضيه، اكيد عملت دراسه جدوى كبيره جدا أكيد. عن هذا القطاع اكيد. قالت ايه الدراسه؟ بتقول ان احنا في مصر السوق الرياضي ده سوق كبير جدا، احنا مش مغطينه بنسبه كبيره. مصر تستحمل قد كده 10 مرات، فاحنا بنطمح ان احنا يبقى لينا بيرسنت معينه من السوق المصري تخلينا نقدر نوفر لهم الخدمات اللي هم محتاجينها بعلى كواليتي وبشكل احسن ان شاء الله. اللي انت طالبه من الدوله؟ اللي انا دايما بحسه ان المستقبل دايما في الجينيريشن الصغير او في الاطفال، ان احنا نهتم بيهم من اول ما نلاقي اي موهبه في اي حد صغير، نديها كل الدعم ونبتدي ننميها، لان هم دول اللي هيقدروا يوصلوا بينا ان شاء الله لمستوى احسن في المستقبل باذن الله.